حزب الله اللبناني قام بتنفيذ هجوم صاروخي عنيف للغاية على العمق الإسرائيلي صباح هذا اليوم. التفاصيل كانت قد نشرت بالكامل في بيانات رسمية من حزب الله، وكذلك المزيد من التفاصيل نشرت من قبل يدعوت أحرنوت والإسرائيل وور روم، وكانت هنالك العشرات والعشرات من الصواريخ من قبل حزب الله ظهرت في لقطات مصورة بهذا الشكل، وكذلك ظهرت منظومة القبة الحديدية وهي تتصدى لهذه الصواريخ، لكن عمليات التصدي لم تكن كافية لأن الصواريخ تمكنت من ضرب أهدافها بهذا الشكل، وكذلك العديد والعديد من النقاط قد ضربت في كريات شمونة في الجليل الأعلى الذي ترونه هنا بهذا الشكل، العديد من الضربات والنقاط المختلفة، وكان هنالك دمارا فعلا قد تحقق من هذه الضربات كما هو واضح أمامكم، وكانت هنالك كذلك أيضا صور لطبيعة هذا الدمار الذي تلاحظونه هنا، صور من عدد من الزوايا المختلفة، هنالك سيارات قد دمرت بالكامل، وكذلك كان هنالك جريحين على المستوى الرسمي كما تحدثت الأوساط الإسرائيلية، وأيضا قتيل واحد من المدنيين الإسرائيليين المتواجدين هناك. وهذه المسألة إذا ما حاولنا أن نحدد هذا الموقع ولكي نفهم ما الذي جرى بالضبط من قبل حزب الله اللبناني وكيف خطط لهذه المسألة، سنلاحظ أولا بأن هنالك طريقا مميزا مع مساحة مفتوحة هنا ستكون مفيدة عند تحديد هذا الموقع، مبنى أول مبنى ثاني عند هذه الانعطافة، طريق أيضا بهذا الشكل، وهنا شارع فرعي، ونلاحظ مبنى أول مبنى ثاني، والمبنى الثالث هو الذي جاءت إحدى الضربات باتجاهه كما هو واضح، مبنى مرتفع نوعا ما، وأيضا تلاحظ مجموعة من الأشجار يظهر هنا بهذا الاتجاه خلف هذه الأشجار، ضربة بهذا الاتجاه وضربة بعيدة أيضا، هذا يوضح بأننا أمام عدد من المساحات التي ضربت، لم تكن فقط نقطة واحدة هي التي استهدفت من حزب الله. وأيضا هذا الانفجار كان قد ظهر من تصوير آخر من زاوية أخرى من كاميرا أخرى تراقب هذه المنطقة بأكملها في كريات شمونة، وكذلك ظهرت بجانبها وبهذا الاتجاه عدد من الانفجارات الأخرى، سنلاحظ هذه الصورة الآن، وهذه هي الصورة التي نتحدث عنها، هذه هي الصورة، هذا هو الانفجار الذي ذكرناه قبل قليل، وطبعا هنالك عدد من المباني بجانب هذه النقطة التي استهدفت، تلاحظ بأنك أمام المبنى الأول الثاني الثالث وهذا هو المبنى الرابع، وبالتالي نحن أمام انفجار هنا تقريبا خلف المبنى الثاني والمبنى الرابع أيضا، ومساحة مفتوحة هنا قد استهدفت أي بخط مستقيم إذا ما أخذنا اللون الأصفر على سبيل المثال، بخط مستقيم بين هذين الانفجارين يأتي هذا الانفجار بهذا الاتجاه، مع الأخذ بهذا الطريق الفرعي بأن الانفجار تقريبا باتجاه هذا الطريق الفرعي الذي نراه هنا، وهنا سقف نوعا ما لهذا المبنى مميز ممكن أن يدلنا ويؤكد لنا هذا الفرع بالضبط. بالتالي إذا ما حاولنا أن نتعرف إلى المنطقة بأكملها التي ضربت من قبل حزب الله اللبناني، حزب الله ببساطة الذي قام به هنا بأنه أطلق 30 صاروخا من صواريخ الكاتيوشا بخمس صليات على سبع مساحات مختلفة، وهذه هي كريات شمونة التي استهدفت بهذه الضربات الصاروخية العنيفة، القبة الحديدية كما هو واضح لم تتمكن من صد كل هذه الضربات السريعة من قبل حزب الله اللبناني. وإذا ما حاولنا أن نذهب الآن إلى هذه البلدة سنلاحظ هذه هي بلدة كريات شمونة، وبأن الاستهدافات جاءت باتجاه المنطقة الصناعية التابعة لهذه البلدة باتجاه المساكن هنا إلى شمال المنطقة الصناعية، ودعونا نركز على هذه المنطقة بالالتفاف قليلا تقريبا 180 درجة ونتوقف هنا، ستجد تقريبا نفس العلامات التي تحدثنا عنها ورأيناها قبل قليل، وستلاحظ بأننا هذا هو المبنى الأول الثاني، الطرق متطابقة تماما مع ما رأيناه، وهذا هو المبنى الأول والثاني، وهذا هو الثالث، المبنى الذي استهدف وضرب وكان واضحا بأن إحدى القذائف جاءت من هذا الاتجاه، أي أنها جاءت من الشرق من الصورة التي نراها، وهذه مجموعة الأشجار مما يوضح أن الضربة الأخرى جاءت هنا في هذه المساحة المفتوحة على ما يبدو موقفا للسيارات في المنطقة الصناعية هو الذي استهدف. وبهذا الاتجاه نلاحظ عددا من المباني كما نلاحظ، سنرى بأننا أمام أربع مباني بالاتجاه إلى اليمين قليلا أيضا، مما يؤكد لنا بالضبط نحن أمام نفس المنطقة التي كانت إحدى الأهداف الرئيسية بالنسبة لحزب الله اللبناني. ولنبتعد قليلا الآن لنتعرف على المنطقة أكثر، وستلاحظ ببساطة
بأن هذه الاستهدافات جاءت باتجاه هذه المباني. هذا هو المبنى الأول، الثاني، الثالث والرابع الذي تحدثنا عنه، وعلى هذا الأساس كل شيء توزع والصواريخ توزعت هنا كضربة، ضربة خلف المبنى الثاني تقريبا هنا، وهذا هو المبنى الرابع. أما الضربة التي جاءت باتجاه المساحة المفتوحة هناك بأخذ خط واحد بهذا الشكل، نلاحظ بأن الاستهداف تقريبا جاء بهذه المساحة مع هذا الفرع الذي كما تحدثنا بأنه سيدلنا بالضبط على النقطة التي ضربت، وهذا هو السقف المبنى الذي ذكرناه قبل قليل. بالتالي الاستهداف تقريبا من خلال حساب المساحات يبدو بأن الضربة الأخيرة التي جاءت بهذا الاتجاه جاءت بمساحة مفتوحة كما نلاحظ، وكانت على ما يبدو بأنها تحاول استهداف هذا المبنى الكبير أو هذه المنشأة الكبيرة التي رأيناها. بالتالي نحن أمام 4 ضربات 5 ضربات 6 ضربات كما ظهرت في الفيديو الأول، وبالتالي هذه الضربات كانت موزعة. المنطقة منطقة مدنية ليست منطقة عسكرية، وهذه تعود إلى أهداف مهمة يبحث عنها حزب الله. بشكل عام واضح أن الضربات كلها جاءت من الشرق كما تحدثنا هنا، أن الضربات جاءت من هذه المنطقة المرتفعة من حزب الله اللبناني على كريات شيمونة، وبالتالي هي ليست بالضربات السهلة، طالت هذه المناطق وطالت المنطقة الصناعية كما لاحظنا. وكذلك كان هنالك بيانا من حزب الله اللبناني أكد بأنه استهدف منطقة حرش راميم، وفي هذه النقطة قالوا بأن هنالك وحدة من المشاة الإسرائيلية كانت موجودة، قد استهدفوا هؤلاء الجنود عندما كانوا متواجدين في الخيمة الخاصة بهم في هذه النقطة. وهذه الضربات لها معاني عديدة، لها معاني كبيرة بالنسبة لحزب الله. المسألة ليست فقط مسألة استهدافات، لاحظ أن كريات شيمونة هنا هنالك جبل كبير مطل عليها، هذه تعتبر طبعا مسألة خطيرة على هذه البلدة، أن هنالك نقطة ضعف كبيرة ممكن تسيطر على هذه البلدة. البلدة هي أكبر البلدات الموجودة في الجليل الأعلى كما نلاحظ، وبالتالي وعلى هذا الأساس هنالك عدد من الملاحظات التي تؤخذ من كل ما جرى وكل ما تطور من حزب الله المتحشد في هذه المناطق كما نتحدث الآن. بالنسبة لحزب الله ببساطة كما تحدثنا استهدف كريات شيمونة وحرش راميم هنا، وكذلك هم قاموا أيضا باستهدافات مستمرة، يوميا يستهدفون مرتفعات الجولان، وقاموا باستهداف قاعدة يردن أيضا. عدد من القواعد العسكرية المهمة تستهدف بشكل مستمر في هذه المنطقة. استهداف كريات شيمونة الآن وهذه المنطقة للمدنيين، واضح حزب الله اللبناني يريد إبعاد المدنيين من هذه المنطقة، وضع ضغط أكبر على المدنيين، خاصة وأن بعض التقارير تحدثت بأن كانت هنالك مدارس موجودة في هذه البلدات، وكان توقيت لإرسال الأطفال إلى المدارس وغيرها. تعرقلت كل هذه المسائل، وبالتالي محاولة إرباك المزيد من المدنيين المتواجدين في هذه المنطقة أو ممن بقوا بهذه المنطقة، وهذا يعني هي محاولة لزيادة الضغط على بنيامين نتنياهو الذي يتعرض إلى الكثير من الضغوط الداخلية من معارضيه من الولايات المتحدة الأمريكية، كل ما جرى في مجلس الأمن الدولي، وعلى هذا الأساس سيضع ضغطا ماليا أكبر على حكومة بنيامين نتنياهو، وهذا هو هدف واضح من قبل حزب الله اللبناني، بالإضافة إلى الأهداف العسكرية أيضا الواضحة من هذه الضربة. تلاحظ هنا حزب الله اللبناني لديه ترسانة صاروخية هائلة للغاية، ولو اتخذ بنيامين نتنياهو قرار الآن في الهجوم على حزب الله اللبناني بأي شكل من الأشكال وإشعال الحرب، فحزب الله اللبناني يقول بأننا سنكون حاضرين هنا بقوة كبيرة للغاية، من الممكن أن يقوموا باستهدافات وبصواريخ وبضربات صاروخية عنيفة ب5000 صاروخ في اليوم الواحد أو 3000 صاروخ في اليوم الواحد، ممكن أن تطلق من جهتين مختلفة على سبيل المثال باتجاه الجليل الأعلى وباتجاه مرتفعات الجولان. ومثل هذا الغطاء والمظلة الصاروخية ستقوم باستنزاف المنظومات الدفاعية الخاصة بإسرائيل في هذه المنطقة، لا بل إنها ستؤدي إلى استهداف هذه المنظومات الدفاعية بسبب العدد الهائل لهذه الصواريخ، وكذلك هي ستجعل أيضا الجنود الإسرائيليين أن يذهبون إلى مخابئهم إلى الملاجئ بسبب هذه المظلات الصاروخية الكبيرة، كما حصل في 7 أكتوبر العام الماضي في عملية كبيرة من حركة حماس والفصائل الفلسطينية. وعلى هذا الأساس من الممكن لحزب الله أن يستغل هذا الموقف
ويتقدم لهذه المرتفعات التي تحدثنا عنها. والسيطرة على هذه المرتفعات بالنسبة لحزب الله سيعني السيطرة ناريا على كل بلدات الجليل الأعلى دون الحاجة إلى النزول أو الهبوط إلى هذه البلدات. واستهداف الجولان في نفس الوقت هو أيضا لوضع ضغط على الجنود الإسرائيليين المتواجدين في الجولان الأعلى من أجل أن لا يكون هنالك نوع من التصدي من الإسرائيليين والجيش الإسرائيلي المتواجد هنا لحزب الله وعملية التقدم. وحتى وإن كان إسرائيل وكانت إسرائيل متفوقة على مستوى الطيران وغيرها، مثل هذا التقدم إن تحقق لحزب الله على الجليل الأعلى فإن هذه ستعتبر ويعتبر تطورا كبيرا. الطائرات لا تحسم المعارك، بل إن الأرض هي التي تحسم المعارك، وهذا طبعا سيفتح ببساطة الطريقة أيضا للفصائل المسلحة المقربة من إيران في سوريا لكي أيضا تضغط على الجولان أيضا، أي إن إسرائيل ستجد نفسها تحت الضغط من ثلاث اتجاهات. وكذلك أيضا لا بد أن لا ننسى مزارع شبعة، مزارع شبعة ممكن أن تكون تحت النار من قبل الجانب الإسرائيلي، ممكن أن تكون فريسة سهلة إذا ما تحققت مثل هذه الخطة أو هذه الضربات الواضحة من طبيعة ما يقوم به حزب الله اللبناني على الأرض. وممكن أن يبحث عن عملية التقدم لتحقيق مكسب استراتيجي وضربة استراتيجية كبيرة لإسرائيل في ظل الظروف التي تتعرض لها. بالتالي هنالك رسائل كبيرة على الأرض، رسائل عسكرية كبيرة من قبل جانب حزب الله، لكن هذه الضربة التي نتحدث عنها اليوم هي محسوبة، هي من ضمن قياسات وقواعد الاشتباك التي يتبعها حزب الله، خاصة وأن إسرائيل قبل هذه الاستهدافات كانت وقد قامت باستهداف الهبارية تحديدا، وهي قامت باستهداف مركز جمعية الإسعاف اللبناني، وقالت بأن هذا المقر هو عبارة عن مقر عسكري، هذا المركز مقر عسكري تابع لمجموعة لتابع للجماعة الإسلامية، وبأنهم قد قتلوا 7 في حقيقة الأمر من الجماعة الإسلامية كما تحدثت إسرائيل ووصفتهم بالمخربين، ولكن الجانب اللبناني قالوا بأنهم مسعفين. وعلى هذا الأساس حزب الله اللبناني انتقم لهذه الضربة. وأيضا مع هذه الضربة التي نتحدث عنها كان هنالك استهدافا من إسرائيل باتجاه بعلبك في العمق اللبناني إلى الشمال اللبناني، مجمع عسكري مرتبط بوحدة أو وحدة القوة الجوية الخاصة بحزب الله، وبالتالي هنالك ضربات متبادلة كبيرة وحزب الله يرد بهذا الشكل، ولكن يرد لإعطاء رسائل كما نتحدث الآن. وهذه مسألة معقدة للغاية، وتبدو أن الأمور تتعقد شيئا فشيئا في هذه المنطقة بالضبط التي نتحدث عنها. وكانت إسرائيل تتحدث مؤخرا بأنها أثرت على القدرات الصاروخية الخاصة بحزب الله اللبناني وأثرت في الترسانة الخاصة بها، ولكن هذا الرجل نواف الموسوي، الرجل الذي يعتبر مسؤول ملف الموارد والحدود في حزب الله اللبناني، قال الآتي مؤخرا: ما كان يخزنه الحزب في نصف سنة أصبح اليوم يخزنه خلال شهر، أي أن الأسلحة القادمة من إيران تخزن على مستويات كبيرة وهم مستعدين للحرب مباشرة مع إسرائيل. وواضح أن حزب الله اللبناني يستغل الخلافات بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين بنيامين نتنياهو وبين طبعا جو بايدن التي رأيناها على مستوى التصويت والامتناع بالتصويت على الفيتو وطرحه في مجلس الأمن الدولي وقرار إيقاف إطلاق النار الذي أربك هذه المسألة. بالتالي يبدو أن حزب الله يستغل هذه المسألة، إيران تستغل هذه المسألة. شهدنا أن إسماعيل هنية أيضا قد ذهب إلى طهران، زياد نخالة أيضا في طهران، تصريحات كلها تطالب وتقول بأننا سننتصر بدعم إيران وغيرها. كل هذه الأمور طبعا لها تطورات وانعكاسات كبيرة، ويبدو بأن إسرائيل فعلا تعيش تحت ضغط كبير، وحزب الله يدرس المسألة بدقة عالية في رغبة من الحزب لتحقيق انتصارات استراتيجية يبحث من خلالها مستقبلا من المضي بها والبناء عليها.